شوف استاذ بياتي، حضرت موسيقار كبير، انا بهمني التعاون معك. ليش؟ لانه انا مجرب كتير قبل على شكلك مع ملحنين كبار، بس يعطوني الحان يا اخي، هذا بيعطيني لحن بعجين، هذا بيعطيني لحن مشوي، انا بدي اياه ولدن، انا بدي اياه لحن عن وجه الصحارى والكلمات يكونوا يكسروا الارض. شوف يا سيد فوزي، اي انت بتعرف انه انا كملحن وموسيقار، اي انا بتعامل مع كل الفنانين. عرس عندي لحن وكلمات اغنية، يعني خفت اعرضهم على حدا لانه كله بده يلهطون يلهطون اللهط. يعني اتصلوا فيك وبدهم اياهم مصرين؟ اتصل في عاصي حلاني والكفوري فارس كرم الخ يا اخي، كله عم بيقول لي وين الاغنيه؟ وين الاغنيه اللي بدها تكسر الارض؟ نصيحه مني، شو بدك بالتنشيزات؟ يعني مع احترامي للجميع ما راح يأدوها مثل ما بأديها فوزي ابو لوز، عرفت كيف يا اخي؟ هي التجربه، شو هي هالكلمات ولا؟ انا قلت لهم في عندي اغنيه كتبها، ايه؟ بس انا كتبها لشخص انا عارف لمين كتبها. يا حبيب القلب، لأن هاي الأغنية ما بتلبق لمين مكان. يا حبيب، مهمة تكون معروفة، مهمة تكون مسروقة، مهمة تكون ملطوشة، مهمة تكون تشبه شيء. أنا بدي ألحاني وأغاني يضرب ويكسر ويقولوا هيدا فوزي بولوز، عرفت كيف يا حبيب القلب؟ هيدي أغنية بدها تكسر الأرض. يا حبيب القلب، رح سمعك كلماتها. إي أنا دغري هلا بطلع لك باللحن، أنت بس سمعني الكلمات. كتبتهم امبارح. إي بتقول عيونك هبلوني، بأرضي رميوني، يا لطيف، مثل الليموني عصروني، مثل الليموني ليك تشعر بدني ليك. اي بنظره نسفوني، برمشي نتفوني، بغمزي لبجوني من الدوره لجسر المدفوني. يا حبيب القلب، يا عين عليك، ليك ملحنه خاصه. هي بتقلك كيف اللحن؟ لا لا بقول لك اللحن كيف، بس بدك ترجع للورقه بعد ما اتفقنا. هلا هلا متفق ليك. عبدوزن لحظه، عيونك هبلوني بأرضي رميوني، مثل الليموني عصرون، مثل الليموني بنظرة نسفوني. أيوة برمشي نتفوني. برمشي عفوا حرفت لك إياها. برمشي نتفوني، بغمزي لبجوني من الدورة الجسر المدفوني. $1,000 هيدا الكلام ولو يا واللحن. أستاذ ولو يا أستاذ، أنا تعرف أنا ما بكتب لمين مكان. أي هيدا اللحن والكلام يعني لك بتراب المصاري $1,000. بس في شغلي انه انا مش هيدا البادجت كتير كبير علي، ما مفكر هالقد ابدا. طيب لكن انا مفكر اذا شيء يعني. وشكرا. لا حبيب القلب، بتقول لك قديش انا بركي انت نتفاوض، ما هي مفاوضه، انا عم فكر ب $10 منيح. $10 عيب. عيب الكلام، عم بقول لك $1,000 بتقول لي $10 عيب الكلام. خلينا على القليله نلحس اصبعنا. تلحس اصبعنا هيدي شغلي يعني بعدين على الحفلات بتلحس ما تدرس اصبعنا، وبعدين بنتعاون على اعمال تانية. انا بدي اعمل سي دي كامل. بعدين انا امبارح عرفتك على خطيب اولادي، قعدت انت وياها الليالي، حدا قال لك شيء؟ يا اخي هيدي حق مصاري، انا تركتكم بالبيت ورحت كسدرت، صح او لا؟ صح. هيدي قديش حق هيدي بس الخطوه اللي عملتها؟ يعني ما رح أدفق. ما بحب اخلط المتعه بالشغل. طيب يا اخي $20 يلا بعطيك اياهم 10 هلا، ما معي الا 15,000 يا حبيبي ليك. طيب يلا هات. كنت بدي اشتري رابطه خبز، بلا خبز لانه عم بنصح. هيدي رح اجيب لك فرن. يا حبيب القلب، هلا انا بعد شوي بدي اقلها لخواصر خطيبه اولادي، الا انه بدنا نكسر الارض بهاللحن الجديد. المهم يا حبيب القلب ما يكون ملطوش، ارجع ذكرني، ما يكون ملطوش، ما يكون معروف، ما حدا سامعه يا حبيبي، ما حدا بيعرف فيه. هيدي بوسي لخواصي يا حب، هلا اشتقت لها. يا محتاج، شو عملت امبارح انت وياها؟ انا سرني التعامل معك. لا انا اللي سرني التعاون معك استاذ بيات، لانه انا بهمني الشغل النظيف. هلا هي انا رح اعمل لها توزيع سمفوني رائع، لانه عم تقول انه ما حدا بيعرفها وما حدا سمعها اغنيه. هيدي الاغنيه خلقت لك يا ابو الفوز. ليك وين واصل حبيبي انت هلا؟ انا واصل على الدوره. لا لا وانا واصل على الدوره. لا 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 ممكن نتعاون توصلني معك؟ بنتعاون، ولكن انا رايح بالتاكسي. وبروح معك انت بتعزمني لانه ما معي ولا نقلي، دفعنا حق اللحن بعدنا كمشي يا الاد. يا عين الله، في خامي في خامي في خامي وفي خرة، بس نشز عطار. انا رح تكرم عينك. هيدي 1,000 يا اخي، اعطيني اياها لالي.
انا كنت بغني. سمعني. شكرا شكرا. هات نشوف يا اخي. انا بحب المواهب المخفيه. عيونك هبلوني بارضي رميوني مثل الليموني عصروني مثل الليمون. سمعها. عيونك هبلوني هلا مش بارضي رميوني تشبه او تشبه الليموني عصروني مثل الليمون. كلمة نظرة نسفوني. اهلين. بمشي لبجون. اهلا حبيبي. بمزي لبجوني من الجسم دورة المدفون. يا حبيبي يا حبيبي نفسها هيدي الاغنية. هلا بعد دافع حسام ما حدا بيعرفها كيف. غريب غريب ما حدا سمعها. يا اخي ما غريب الا الشيطان. انت واحد نصاب. يمكن هو لطش. يا الله تعطيني المصريات لهون. ارضي رميوني مثل الليموني عصروني مثل الليموني.